Okay, it's time for discover this connect plus now. طبعا احنا اخدنا يعني اخر مرة اخدنا مع بعض part 1 و part 2 في الستوري، ان شاء الله نكملها النهاردة مع بعض يا شباب. طبعا الستوري احنا اتكلمنا عنها اسمها فارس and the fish. فارس and the fish، طبعا احنا قلنا ان اي ستوري بيبقى بتتكون من اول حاجة الكاركترز، كاركترز ليه الكاركترز، وعندنا setting المكان، طبعا characters معناها شخصيات، setting المكان، والstories story plot اللي هو أحداث القصة. الكاركترز اللي عندنا في الستوري فارس، مام، آدم، وائل، داد، داليا. setting المكان حصل في الستوري the pool، yeah, the pool، the park، the hospital، home. دي الأماكن اللي ذكرت عندنا في الستوري. بعد كده طبعا احنا عندنا الاحداث القصه في beginning بدايه، وعندنا middle نهايه، عفوا middle اللي هو الوسط، الوسط هو end النهايه. طيب احنا قلنا ايه طبعا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا احمد. طيب طبعا احنا قلنا احنا عندنا البطل بتاعنا the hero of the story is called فارس، اسمه فارس. فارس lived with his family in Hurghada and he trained every day. He go to the pool every day and he trained for an hour. فارس and his family live close to the sports center. So he sometimes walk to the pool with his mom or dad. And he sometimes cycle to the pool. يعني احيانا بيروح السبورت سنتر ماشي، او احيانا بيروح بالدراجة. طبعا one day فارس decided to cycle to the sport center. يعني هو قرر ان هو يروح السبورت سنتر بالدراجة. on his way في طريقه he meet his friends، وقابل اصدقائه. طبعا هو لما قابل أصدقائه they were on their skateboards، هم كان على السكيتبورد، كان بيلعبوا سكيتبورد وقتها. طبعا عندنا مين؟ فارس. فارس said their friends، هو حذرهم and he told Adam to be careful، وقال لآدم لازم تكون حريص because Adam، علشان آدم didn't wear a helmet or ما كانش لابس الهلمت or knee pads، ولا لابس ده ولا ده. So he Adam told him to be careful. Adam قال له لازم تكون حريص. And فارس فارس wants to try skateboard. طبعا فارس كان عايز ان هو يجرب ايه السكيتبورد. ف already فعلا فارس طبعا الجزء الاول معانا فارس السكيتبورد. يحيى اتفضل. لما كان أدم وفارس مع بعض، كان مين التاني معاهم؟ ده صديقهم التالت، بس مش مذكور اسمه مين، يعني ما تقالش اسمه ايه. ماشي. يعني القصة بتقول ان هو قابل اصدقائه so his friends، مش صديق واحد بس، اصدقائه. فده صديقه برضو بس مش مذكور اسمه ايه. طبعا فارس stood at the top of the ramp، طبعا وقف على المنحدر. بعد كده طبعا هو كان خايف جدا he was so afraid but Adam told him that it isn't very high، ده مش ارتفاع عالي قوي. طب ايه اللي حصل وقتها؟ فارس stood on the skateboard and watched with his feet. He went quickly down the ramp but he was so too fast. فارس slipped and fell. Okay, so Adam, are you okay? Are you okay? Faris, he was so worried, and Faris told him that he wasn't good, and he needed help. وطبعا كان محتاج مساعدة. So Adam called his mother at first, and then he called the ambulance. طبعا طبعا دي امبولانس، يا دي امبولانس توك ادم تو ذا هوسبيتال. طبعا اخذت ادم للمستشفى. ات ذا هوسبيتال
at the hospital, Faris had an X-ray, and the doctor told him that his leg is broken. طبعا الدكتور قال له رجله مكسورة. Faris saw his bone on the photo, شاف للأسف العظمة بتاعته في الصورة. And the doctor told him that he will have to wear a cast for about 6 weeks. Faris was so sad because he wouldn't swim, لأن هو خلاص كده مش هيعوم دلوقتي. Faris was so angry and was so sad. So his brother and his sister try to help him to be happy. أخته وأخوه كانوا بيحاولوا يساعدوه علشان يكون سعيد. But Faris yeah but Faris said to them go away. طبعا قال لهم اطلعوا بره وما قبلش أي حاجة منهم. Later بعدها that evening Faris apologized to his family. فارس اعتذر لعيلته. Yeah I'm sorry. طبعا قال لهم I'm sorry I was rude. أنا كنت وقح جدا جدا جدا. I know you're trying to help me. I'm angry and sad because I had a stupid accident and now I can't swim. طبعا أنا عارف إن أنتوا بتحاولوا تساعدوني بس أنا عملت حادثة وحشة جدا دلوقتي أنا للأسف مش قادر إيه أسبح. فبعد كده his mom said don't worry فارس ما تقلقش يا فارس we understand إحنا فاهمينك let's watch a movie together يلا نتفرج على التلفزيون مع بعض. Thank you thank you. طبعا فارس قال لها thank you mom. بعد كده بابا يعني الأب والأم مع بعض بيتكلموا قالوا زيه. طبعا الأب قال وقتها I don't like seeing فارس so sad. أنا مش حابة أشوف فارس بالشكل ده حزين جدا. طبعا the mom asked what can we do. طب يا ترى نعمل إيه. He wants to swim but he can't. وعايز يسبح بس مش عارف. طبعا ده كان آخر حاجة إحنا خلصناه مع بعض. طيب جزء جديد يا شباب بارت 3 بسم الله. The next day اليوم التالي اللي بعد كده اليوم التالي the next day Dad and Dahlia went out early. يعني الأب والبنت خرجوا برا مبكرا. When they came back لما هم رجعوا they had lots of books. كان معاهم صناديق كبيرة بالشكل ده أو صناديق كتيرة. They took the boxes into the kitchen. أخدوا الصناديق كلها دي وحطوها فين في المطبخ. What are you doing? asked mom. الأم سألت أنتوا بتعملوا إيه يا ترى؟ It's a surprise. دي مفاجأة. said داليا. داليا قالت لها دي مفاجأة يا ماما. اللي حصل later بعدها dad went to see فارس. الأب راح عشان يشوف ابن فارس. فارس look at this he said بص قالوا بص يا فارس إيه رأيك في الهدية دي؟ طبعا كان جايب له إيه طبعا شايفين. He carried a large fish tank into room and put it on the table at the end of the bed. كان معاه صندوق اللي هو الصندوق او الحوت سمك. حوت سمك كبير جدا هو حطه فين على السرير بتاع فارس في اخر السرير بتاعه كده. فارس looked he could see lots of beautiful fish. طبعا فارس دلوقتي شايف سمك جميل جدا 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 جدا. They are beautiful. دي ده جمال قوي. He said thank you. How many fish can you see? asked وائل. وائل قال له يا ترى انت شايف سمك قد ايه يعني عدد سمك قد ايه. قال له I can see lots of fish. انا شايف سمك كتير قوي. There are too many to count. يعني هم كتار جدا لدرجة ما يمكن ان احنا نعدها. وقال للسمك انا مش عارفة انا مش شايفة غير 1 2 3 4. هو قال ان هو سمك كتير لدرجة ان Yes, teacher, I count them also. نعمل عيد أربعة وهو بيقول فين يعني فين الكتير دول؟ دول أربعة بس. كمان إيه شايفين الجملة دي قال there are too many to count. يعني هما كتير لدرجة لا يمكن عدهم. تو صفة تو دي معناها كجرامر جدا لدرجة لا يمكن عدهم. يعني مثلا لو هما الحوض هما هيبقى صغيرين مثلا أوي الدرجة ما أعرفهم. هو كمل وقال I love them. أنا بحبهم جدا. فارس was very happy. فارس كان مبسوط جدا جدا جدا. بعد كده فارس enjoyed watching the fish. يعني فارس كان مبسوط جدا كل يوم بيشوف السمك بتاعه. He learned the names of the different type of fish. طبعا عرف أنواع السمك وتعلم أنواع كتير مختلفة وأسمائها. He fed them and kept the water clean.
هو أطعمهم وكان بيحافظ جدا جدا المية تفضل نظيفة. فارس was happy، فارس كان مبسوط and he rested، خلاص بقى يستريح ونفسيته بقت أحسن كتير عن أول. slowly ببطء his leg got better، بدأت الرجلين تتحسن. soon I will be able to swim like you he said to his fish. طبعا راح كان بيقول للسمك بتاعه انا قريب قوي، خلاص الرجل هتخف وهتكون ايه هتتحسن وهقدر اسبح ايه زيك يا سمكة. Yeah, after 2 months بعد شهرين بالظبط فارس was better، طبعا فارس خلاص اتحسن. he didn't have to wear the cast، هو مش عايز مش مضطر يلبس الجبيرة. and he could walk and run، يقدر دلوقتي ان هو يجري ويمشي ويتمشى. let's go to the beach، يلا نروح الشاطئ. said his mom، مامته قالت له خلاص انت بقيت كويس يا استاذ فارس يلا بينا نروح الشاطئ. the family packed their things، العيلة جهزت حاجتها كلها for a day at the beach عشان يقضي يوم كامل على الشاطئ. I want to swim in the sea، said وائل. وائل قال انا عايز اسبح في البحر. so do I، فارس said فارس يعني فارس كمان قال لهم وانا كمان. so do I يعني وانا كمان. at the beach على الشاطئ dad had another surprise، dad ايه كان مجهز مفاجأة جديدة. yeah put on this mask and snorkel فارس he said، يعني ايه خد حط الماسك استخدم الماسك ده وكمان ايه السنوركل دي. you can swim and breathe under water، انت تقدر لو انبوبة التنفس يعني تقدر تتنفس تحت ايه المية. فارس went into the sea، فارس راح البحر. and he looked under the water، بدأ يشوف كل حاجة ايه تحت المية. he could see lots of fish، كان قادر يشوف اسماك كتير جدا. it's so beautiful، دي جميلة قوي. I want to swim like a fish، انا عايزة اسبح زي السمكة. he laughed وقعد يضحك كتير جدا 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 جدا. بس كده والستوري كده خلاص خلصت، كانت لطيفة قوي 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 قوي. ها ايه رأيك يا احمد في الستوري دي؟ حلو قوي. حلوة قوي. طب احنا can you tell me what is the moral of the story، ممكن تقولي ايه الدرس اللي انت استفدته من القصة دي؟ كله يعني ايه اكتر حاجة؟ طيب سؤال الكل يا ولاد، مش لأحمد بس، مين يقدر يقول لي هو استفاد ايه من القصة دي؟ اتعلم ايه؟ سامعي تيتشر، اوكي يا تانية، استفدت يا تيتشر ان مكنتش تاد اولوز لو حصل لي حاجة او اي حصل اي حاجة، واستفدت برضو مجربش حاجة انا مش عارفاها وكبيرة على سني وانا مش طبعا بتدرب عليها. ممتازة، برافو عليك يا تانية، برافو عليك، بيرفكت بيرفكت بيرفكت، حلو قوي، شطورة، برافو عليك يا تانية. وانا لما انت تجرب حاجة ووقعت عليها، لا جربت حاجة وما تعرفهاش، جميل، نفس الفكرة بتاعت بخليك تانية. لا حاجة تانية، حاجة تانية بخليك واثق من نفسك انه انت ما تركبهاش عشان ممكن اي حاجة تحصل. جميل جدا، يبقى انا ما اجربش حاجه جديده وتكون خطر، تمام كده، يعني انا ما اجربش اي حاجه جديده وتكون خطر، ما ينفعش. يعني انا مثلا دلوقتي هعمل سكيت مثلا، اول حاجه لازم اكون مستعد جامد، اكون مع مدرب مثلا في البدايه اللي مش بعرف لوحدي، اكون لابس الادوات بتاعتي، لازم اكون لابس هيلمت وني بادز مثلا، فاكون مجهز نفسي، فما ينفعش ان انا اخد التجربه في حاجه انا ما اعرفهاش وتكون خطيره. تمام، تانيا كمان اضافت ان احنا مش طول الوقت نكون يعني اول بالساد، يعني دايما نقول الحمد لله على كل حاجه، يعني دايما نقول الحمد لله. حاجه برضو اللي احنا ممكن يكون استفدناها تاني how to be patient. أنا استفدت إن لما مثلا يحصل لنا كده ماشي نقول الحمد لله على أي حاجة، أنا ما كنتش أنجو أند ساد. حلو قوي، بيرفكت، جميل يا يحيى. انا كمان بقى ازود على اللي انت قلته، مثلا ان احنا ممكن نكون how to be patient، لازم نكون صبورين، مش اي حاجه كل الامور بتعدي، بس لازم نصبر، نصبر لحد ما كل حاجه تكون كويسه. تبقى اول حاجه استفدنا don't be angry all the time or don't be sad all the time، to be patient لازم نكون صبورين،
don't try new things، يعني ما نجربش حاجة جديدة، خاصة especially it is dangerous، لو هي حاجة خطيرة. فدي الحاجات اللي احنا استفدناها مع بعض. اوكي يا ولاد، thank you. طب نبدأ نحل الأسئلة. اتفضلي يا تاليا. number one read and match Okay, the family baked packed. their things, Yeah. packed their things for a day at the beach. Yeah, thank you. Right. طبعا العيلة جهزت حاجتها كلها علشان تروح على الشاطئ لمدة يوم. ده number one. اتفضلي يا لارا. number two. لارا number two. نمبر 4 Yes. فارس فارس 1 2 2 swim in the sea. Yeah, right. Perfect. Thank you, Alora. Malika, number 3. Of fish under the water. Yeah, lots of yeah fish under the water. That's right. Marwan. That's but fish then. That boat a fish tank. حط التانك فين؟ الخاص بالسمك. حط السمك حطه فين؟ table. Yes, on the table. That's right. Okay, thank you. تفضل يا أستاذ يحيى. Number one, choose the correct answer. First question. And breath under the water. That's right. أحمد, number two. Ferris could see beautiful fish in the fish tank. Ferris could see a beautiful fish in the fish tank. That's right. Talia? Yes. Yes, teacher. Okay. Ferris was very happy to swim. Yeah, right. Perfect. Laura, number four. Number four, he brought the fish and the kitten. There were also tears. يبقى هي وات فيه. يا هي فيد ذا فيش. هي فيد ذا فيش يا فيد. كويس جدا. هي فيد ذا فيش اند كيبت ذير واتر كلين. ممتاز. ثانك يو. هاي شباب ار يو دون؟ Yes. اوكي مليكة. لوك ريد اند انسر. نمبر 1. What did Dad do to make Paris happy? Yeah. Dad bought a fish tank on the table. يا بيرفكت، برافو عليك. هو عمل ايه علشان يخلي فارس سعيد؟ طبعا اجابتك ممتازه جدا. he bought him، يعني هو اشترى له. he bought him a tank of fish، اشترى له حوض من السمك. thank you، برافو عليكي. برافو 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 يا مريكا. مروان نمبر 2. Yeah, where did family go? Yeah, where did the family go? So ده معنى ايه مروان؟ Yeah.
أين كانت العائلة ذاهبة؟ واضح كده العائلة كانت رايحة فين يا مروان؟ طبيش. Yeah, to the beach. يبقى they went to the beach. نفس مليكة اللي حلت مش مروان. لا مروان اللي حل، الأولى مليكة والتانية والله مروان، العظيم، الثالثة أنت. والله العظيم مروان. مليكة اللي حلت. لا يا يحيى، ده كان صوت رقم 2، كان صوت مروان مش صوت مليكة. والله كان صوت، هو ماشي، كان صوت مروان بس جايب، بس ما كانش جايب على شاشة مروان، كان جايب على شاشة مليكة. ماشي، مغيرين الأسماء عادي يا يحيى. اتفضل يا يحيى، نمبر 3. What did Ferris want to do? He wanted to swim again. وانت تقول معناها كان عايز يعمل ايه؟ ماذا فارس كان عايز يفعل؟ كان يريد ان يفعل. لا، ده في الأند. He needs to see the fish. تمام، حلو قوي. he wanted to swim See the fish. and see the fish. حلو قوي يا يحيى، برافو عليك. أو ممكن نقول he wanted to see the fish under the water. اوكي، so Laura, are you done? No. No or yes? No. أقول لها لا أسرع. teacher هيا ولاد أريضا، اسمع teacher أي حق إيه تفضلي معاكي؟ كتبه نمبر 1. انا كاتباها غير، كاتبه he put a fish tank for him. It's okay. أي الفكرة كلها في التركيبة مش أكتر. يعني هنا احنا كلمة بوت ده اسمه حاجة اسمها في علم اللغة فعل متعدي. يعني إيه؟ بياخد مفعول. احنا عندنا مفعول هنا. ماشي ولا لا؟ اوكي، عندنا مفعولين، هيم و اتانك اوف فيش. لو انا بدات بهم الاول هتبقى بالشكل ده، يبقى هيم اتانك اوف فيش. بدات بقى تانك اوف فيش الاول، وقتها لازم اجيب حرف جر زي فور وبعدين اكتب المفعول التاني. فده مفعول اول وده مفعول تاني، ده الترتيب بتاعهم اللي انا حبيته. انت عملت الترتيب التاني برضو صح؟ أنا عملت الترتيب اللي هو حرف الجر. جميل جدا، صح كده. ده اسمه ايه في علم اللغه؟ اسمه فعل متعدي يا تاليا. يعني ايه مفعول متعدي؟ يعني بياخد مفعولين. هنا عندنا مفعولين في الجمله، المفعول الاول هم والمفعول الثاني اتانك اور فيش. فلو انت بداتي بالمفعول غير العاقل الاول، خلاص وقتها احط حرف جر واحط المفعول العاقل. بدات بالمفعول العاقل، خلاص وقتها ماشي امشي بالشكل ده. تمام، اوكي تاليا. طيب يا ولاد، هنقفل السيشن ونخرج مره ثانيه يا شباب. ترجمة